كنقرا وما كنفهمش، كنحضر مع الاستاذ وكنحاول نتبع، ولكن كنحس براسي مش شاد والو، ما كنفهمش دراسي مزيان، كنوجد بدون تركيز، كنشوف الناس جالسين القدام وفاهمين وكيسولوا الاستاذ وانا كنحاول ومدير جهدي ولكن والو. ما تخافش، هذاك اللي كيبان لك فاهم ربما شاف الدرس قبل ما يجي عند الاستاذ، ربما حيت جالس القدام التركيز ديالو تيكون موجه فقط للاستاذ بغض النظر على هذوك اللي تيفهموا دغيا وعطيهم الله الذكاء وداكشي عندهم بالفطره. هادشي ما كننكروش، ولكن اللي خاصك تعرف هو ماشي غير هما اللي كيفهموا وكيوصلوا، فبالجهد ديالك يمكن لك توصل ليهم وتفوتهم. لو فيت انك تكون كتقرا او حاضر مع الاستاذ وما فهمتيش، هذا ماشي مشكل، غير برد على راسك وما يبقاش فيك الحال، راك غادي تفهم ان شاء الله، وغادي من بعد يولي يبان لك هادشي ساهل فحال كتشرب في الماء، وما غاديش تيق راسك بانك انت فهمتي. غير هو نيفر جيف اب، ما تستسلمش. هنا فاش غادي تحتاج راسك وتقول انا كاين، ملي غادي تكون تحضر مع الاستاذ ولا كتشوف الدرس في المره الاولى في الدار ولا في المكتبه ولا في شي قهوه ولا في اي بلاصه وما كتفهموش، ونشوفك واش غادي تكمل ولا لا. بحال ليكزامبل ديال نهار كتاخذ الباك ديالك وكتمشي لي زيتيد سوبيريور، كتدخل النهار الاول الجامعه كيجيك داكشي عالم اخر وكلشي مبدل والناس كثارين والاغلبيه ما كتعرفهمش. هذاك حتى هو درس، واللي كيبان لك في الاول صعيب ولا مشيتي حتى امنتي باللي راه بصح صعيب حيت مختلف على الطبيعه ديالك وداكشي اللي كنتي كتشوف قبل، وقلتي صافي ما غنقدرش، هنا كتبلوكي دماغك، وحتى هو كيدخل في الاعتقاد ديالو باللي راه التعليم العالي صعيب، وبالتالي ما عطيتيش فرصه لراسك ودماغك باش يتاقلم ويفهم الدرس الجديد. واللي غادي نقول لك ما يخلعك حتى شي درس الا ما فهمتيش في الاول، غير عاودو المره الثانيه الثالثه غادي يبدا يبان لك راس الخيط وغادي تفهم. المهم هو تعرف العنوان الكبير ديال الدرس اللي كتقرا وتبقى تنوطي العناوين ديال الفقرات اللي عندك باش تعرف امه شنو قراك الاستاذ وفين وصلتو، وعندك تبدا تغيب وما تبقاش تحضر وتقول راه غادي نمشي للدار ونخدم. انا عارف الخدمه ديال الدار حتى تكون مجرب راسك مزيان، وباللي الا جلستي في الدار ما غاديش تمل وتعطيها للناس، فكر مزيان، وراه عادي شي حاجه كيشوفها دماغك اول مره يلا كيكتشفها وكيجيه داكشي غريب، ما تحاسبوش الا ما شد والو في الاول، غير تكالم. المهم راك مازال غادي تعاود تشوفه مرات اخرى، وفي كل مره غادي تحس بان النظره الثانيه مختلفه على الاولى وحسن منها، ونفس الشيء المره الثالثه مختلفة على المرة الثانية وحسن منها. هادشي باش غادي نوعدك وباللي راك غادي تفهم الا عاودتي دراسك مرات اخرى، ماشي غير تشوفه في الاول وتقول ليه صافي باي باي هذا صعيب اخويا بزاف، وانت خاصك توعدني بانك غادي تكمل وتعاود داكشي اللي ما فهمتيش مرات متعددة، وهضر مع دماغك وقول ليه ما تخافش هادشي غادي نفهمو مع بعض مزيان ان شاء الله ونجحو. جو فو سويت ان غران اي ان تري بون كوراج، اسيو نيكست تايم.